مع إشراقة اليوم 29 من رمضان 2022، وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب. دي الحلقة 29 على صفحتنا Lady on the Road. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو عجبتك الحلقة دي دوس لايك. موضوعنا النهاردة هو القيمة. تفتكر أنت كإنسان تساوي إيه؟ سؤال عمرك ما سألته لنفسك. أقول لك أنا، أنت تساوي قيمة ما أنت مشغول بيه. يعني فكر كده شوية، أنت مشغول بإيه؟ وتعرف قيمتك على طول بتساوي إيه؟ يعني لو أنت مشغول بربك، بالكون، بالعلوم، بالأيام المهمة في حياة الإنسان، يكون قيمتك الكون ورب الكون والعلوم. لو انت مشغول بالمسلسلات مثلا بتاعه السنه، ومين طلق مين ومين اتجوز مين ومين ضرب مين ومين حبس مين والجو ده، فقيمتك هتكون حصيله احداث المسلسلات وهكذا. رسالتنا النهارده هي الواجب. ايوه، هديلك واجب، هديلك فكره من 7 خطوات عشان من النهارده يبقى ليك قيمه. من النهارده هتشتغل وهتشغل بالك ب7 حاجات الواجب بتاعك طول السنه. اول حاجه ان يكون عندك اهداف واضحه في الحياه، وتكون بتاعتك انت بتشتغل عليها، وما تمشيش ابدا ورا خطوات او نوايا الناس. فكر بس في اللي انت عايزه. نمره 2، تعمل خطة تطوير واضحة لكل جوانب حياتك، وما توقفش نهائي الخطة دي، تفضل مستمرة طول ما انت عايش، فقط تقعد تعدل فيها كل شوية. نمرة 3، التركيز على أفكارك ومشاعرك ونواياك. كل ما تلاقي فكرة سلبية أو مشاعر سلبية أو نوايا سلبية، اطردها على طول شر طردها، وخلي بس اللي موجود جواك الطاقة الإيجابية فقط. رابع حاجة، لازم تدخل جواك قناعة إنك أنت اللي بتمتلك الوقت، مش هو اللي بيمتلكك. يعني على طول تحس إن أنت عندك وقت، وكل حاجة هتتعمل وهتحصل في هدوء تام. خامس حاجة، دور على حاجة من الطبيعة تلهمك وتخلي خيالك يشتغل، زي مثلا الموسيقى، المية، الخضرة، الصحراء، الطبيعة بشكل عام، الحيوانات مثلا. ولما تلاقي الحاجة دي ما تبطلش تعملها خالص، علشان تدخل في حالة هدوء وسكون وتشغل عندك الخيال والإلهام. سادس حاجة، حرر نفسك من فكرة الخوف إنك تفشل، وفكر بس هو اللي انت عايز تعمله ده حاجة كويسة هادفة ولا لأ. وما تنساش تقدر نفسك فقط لا غير، ملكش دعوة بحد. سابع وآخر حاجة، كنت اديتك فكرة في أول حلقة من سلسلة حلقات رسائل رمضانية، اسمعها ضروري ونفذ اللي فيها، وزود معاها انك تتنفس 5 انفاس عميقة من البطن كل مرة، علشان تدخل اكسجين كويس لجسمك وتعرف تفكر وتكون هادي ورايق. شفت سهلة وبسيطة ازاي؟ رمضان روح السنة، وكل روح وانتم الى الرحمن اقرب.